فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. ولا نتكلم بكلامهم، وهي الرطانة. فاللغة العربية لغة القرآن، وهي لغة العرب، وهي لغة شريفة ولغة فيها الوضوح وفيها البلاغة وفيها الجزالة وفيها من الميزات ما تعجز الكتب عن إحصائه، ولذلك اختارها الله لغة لكتابه الكريم وهو القرآن، واختاره لغة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو ولهذا قال جل وعلا في القرآن: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال جل وعلا: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، بلسان عربي مبين. فهذا من ميزة هذا القرآن وشرف لهذه الأمة. فالمسلم لا يتكلم بغير لغته العربية إلا عند الحاجة، إذا احتاج إلى أن يتكلم باللغة الأجنبية فلا بأس بذلك. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم زيد بن ثابت أن يتعلم لغة القوم من أجل أن يترجم له لغة اليهود، فعند الحاجة لا بأس بذلك. أما أن يستعملها المسلم من غير حاجة وإنما هو من باب التمدح وإظهار أنه متعلم، فهذا أمر مكروه، أقل أحواله الكراهة، لأنه من التشبه بهم وهو هبوط من الأعلى إلى الأدنى.